القصيرة هي جنس أدبي أقصر من الرواية، وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكان محدود، غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة. يزعم البعض أن تاريخ القصة القصيرة يعود إلى أزمان قديمة، مثل قصص العهد القديم عن الملك داود وسيدنا يوسف وراعوف. لكن بعض الناقدين يعتبر القصة القصيرة نتاج تحرر الفرد من رقة التقاليد والمجتمع وبروز الخصائص الفردية، على عكس الأنماط النموذجية الأخلاقية المتباينة في السرد القصص القديم. لمناقشة هذا الموضوع نلتقي مع الأستاذ جمال عثمان أمد، مدير المركز للخدمات الإعلامية وناشر موقع عدليس الشبكة العنكبوتية، بجانب عمله كصحفي نشر عدد من القصص القصيرة ضمن كتاب القصة القصيرة، نشر قصصه في إريتريا والسودان ومصر. في هذا اللقاء سوف نتطرق إلى تجربته القصصية كأديب بعيدا عن العمل الصحفي والإعلامي. أهلا وسهلا فيك الأستاذ جمال. ما هو تأثير الصحافة والإعلام عليك كقاص وصحفي؟ مرحب بك أولا، ومرحب بموقع عونة. هذا الموقع الذي لعب ويلعب دورا مهما جدا بجانب الإعلام التقليدي المتعارف عليه من نقل الخبر والتحليل والمقالات، إلا أن هذا الموقع يلعب دور اجتماعي مهم جدا، وهذا ما وضح خلال الفترة الفاتت من تقديم العون للمحتاجين ولمرضى هم بحاجة إلى عون أصدقائي. قبل الحديث عن تأثير الإعلام على القصة القصيرة، أحب أن أعلق أن القصة القصيرة في العالم ظهرت مع الصحافة في الغرب، وهي يعني وجبة دسمة بسيطة سريعة الاستهلاك، وتتناسب تماما مع مهمة الصحافة وما يسمى بالجريدة في تلك الفترة، ثم ازدهرت. بالنسبة لي أنا، الإعلام يعني كان خصما على تجربتي الأدبية، ولعب دور أعتقد ليس إيجابيا في تطوير تجربتي الأدبية، وفي ونستطيع القول أنه حد منها، لأنه الإعلام هو شغل يومي مرهق ومتعب، ويحتاج إلى المتابعة والمثابرة والعمل اليومي زي ما قلنا، وهذا يرهق ويكون خصما على العمل الأدبي بشكل عام. إلا أن ذلك لكل يعني حدث ولكل شيء له سلبيات وإيجابيات، إلا أن ذلك أيضا قد يكون أسهم بشكل ما في إثراء تجربتي القصصية والأدبية. هذا ما يمكن أن أقوله بالنسبة للسؤال الأول. الأستاذ جمال، متى وكيف كانت نقطة انطلاقك في هذا اللون من الكتابات؟ أنا بديت كتابة القصة القصيرة، كنت أكتب كغيري من الشباب في تلك الفترة الشعر والشعر العاطفي والأشياء العاطفية التي تجيش بها صدور الشباب، ثم بعد ذلك تطور الأمر، ومن خلال قراءة للأدب العربي في تلك الفترة، وخاصة الأدب الفلسطيني والأدب السوري في القصة القصيرة والشعر، بديت أولى تجاربي في دمشق، وكانت الصفحة أو كان المجلة الحائطية أو الجريدة الحائطية للاتحاد العام في فرع دمشق هي أول مكان نشرت فيه، ثم بعد ذلك نشرت في القسم الخاص بالقراء أو أقلام الشباب أو المتابعين، ما أدري اسم كان شنو، في مجلة اسمها أوراق، وكان يشرف عليها في الإمارات العربية المتحدة شخصية مهمة جدا اسمه غانم غباش الله يرحمه، وهو من واحد من أساطين الثقافة والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، بالإضافة إلى ذلك، ما هي المواضيع التي تتحدث عنها في القصة القصيرة؟ أنا باعتبار أنتمي لإريتريا وبمشاكلها السياسية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وباعتبار نزحت من إريتريا وأنا شاب وأنا طفل صغير، وانخرطت في العمل العام الإريتري منذ أنا في المرحلة الإعدادية في الاتحاد العام طلبة إريتريا، بداية كانت في
كسلة وكان فترة بسيطة، ثم الاتحاد العام طلبة إريتريا فرع دمشق، وبالتالي ما يشغلني هو ما يشغل الهم العام. بالتالي القضية الإريترية هي المنطلق والأساس، وهي الموجودة دائما في القصص التي أكتبها. وفي المراحل اللي بعدها طبعا بديت أكتب ما إفرازات التحرير في إريتريا، وما ما أدت إليه عملية التحرير وظهور الدولة الوطنية الإريترية وانعكاس ذلك على الشعب الإريتري بشكل عام وعلى علي أنا بشكل شخصي. نعم، ما هي الأجواء التي تدفعك للكتابة والبيئة المحيطة؟ لا جو محدد ولا بيئة محددة ولا شيء. متى ما الموضوع اختمر في ذهني وحسيت أنه خلاص جاهز للكتابة، ممكن أكتب في كل مكان وكل زمان، وبالتالي لا طقس ولا حاجات عوالم غريبة ولا شيء. أنا أكتب في الوقت المناسب، في مدى ما حسيت في وقت مناسب، وفي أي مكان وفي أي ورق وفي أي بلد أينما كنت. نعم، هناك بعض من مواقع التواصل الاجتماعي من منتديات فيسبوك تحوي الكثير من الكتاب، كيف يمكن تبني هذه المواهب؟ لا أدري كان في جهة ممكن تتبنى ولا لا، لكن لكل من يكتب يعني القصة القصيرة أو الشعر وغيره عليه أن يقرأ كثير ويجرب. والقصة القصيرة أو الشعر هو تجريب مستمر، وبالتالي إذا جود يعني إذا قرأ كثير حيجود وحتظهر في نتائجه. وبالتالي حكاية أن واحد يتبنى واحد هذا غير صحيح، هو من خلال التجارب اليومية والعملية سوف يصل لمستوى محدد، وبالتالي حيكون عنده صوته وعنده طريقته في الكتابة وعنده رؤاه. وبالتالي لا تبني، خلي الجميع يكتب، بعد ذاك ممكن يعني يتحاور مع الجيل اللي هو معاه أو جيل آخر، والنقاد يلعبوا أدوار بعد ذلك في القراءة الثانية للنص الأدبي. هل موهبة الكتابة لدى الشخص الذي يكتب القصة القصيرة أو الرواية هي ذاتها أم تختلف؟ في الرواية والقصة؟ نعم. لا، كل درب عنده أسلوبه، ولكن يمكن تطوير القصة القصيرة إلى رواية. نعم. وممكن الاستفادة من الرواية كتابة القصة، وممكن الاستفادة من القصة في كتابة الرواية، وكذلك الشعر وغيره. فالدروب الفنية متداخلة ومتشابكة، وبالتالي كل درب أو كل جنس أدبي يمكن أن يستفيد من أي جنس بما فيها التشكيل والسينما وإلى آخره. نعم، بما أنك تطرقت لموضوع البيئة، ولكن عاوز أؤكد عليك مرة ثانية، هل تعتقد بما أنك قد أتيت لبيئة مختلفة قد تكون قصصك لها طابع آخر عن الذي كتبته من قبل وأنت في السودان أو مصر أو إريتريا؟ أنا ما كنت في مصر طبعا، لكن بالتأكيد يعني وجودي في مثل هذه البلاد سوف ينعكس طبعا في النصوص المكتوبة في ذات الاتجاه، في ذات الهم، في إلى آخره. لكن الوجود هنا ينعكس، خاصة بأنه أنا الآن أتمتع في بيئة أو أتمتع بأمن في بيئة آمنة ومستقرة، وبالتالي هذا سينعكس إيجابا قطعا على نتائج هذا الجديد. نعم، هل هناك فرق بين المجتمع العربي في الغرب والمجتمع العربي في الشرق في هواياته في القراءة؟ أو بمعنى آخر، هل القصص والكتابات التي تلاقي النجاح في الشرق تحصد نفس نسبة النجاح في الغرب، بما أنه هناك اختلاف بين البيئتين من جميع المقاييس؟ قطعا يعني الهموم، أنا ما أعرف المجتمع العربي أنت ماذا تقصد بمعنى المجتمع العربي، أي مجتمع عربي، لكن لكل بلد ولكل مجتمع عنده قضايا وهمومه تختلف عن المجتمعات الأخرى. لكن في النهاية القصة القصيرة أو القصيدة الشعرية أو الرواية هي نفسها رواية، من أمريكا اللاتينية إلى بنين، كل واحد يعني، لكن كل زول عنده همومه وعنده مشكلات. ما رأيك في الوضع الحالي الحاصل في العالم كله أو بالذات في العالم العربي؟ أسيكون هذا حافزاً للكتاب في كتابة القصص والروايات، أم إنه سيكون سبباً في التراجع عن الإصدارات؟ ما أدري برضو يعني ما الذي تقصده والذي يحدث في العالم العربي، لكن الرواية الأدب في العالم العربي كان دائماً مع الأحداث، كان دائماً هو معبر عن آمال الشعوب، هو داعي للحرية والسلام والاستقرار، وبالتالي حيستمر طبعا
يعني التقلبات الموجودة في العالم العربي هتنعكس في الآداب بشكل عام، وبالتأكيد هتدي حوافز. هنا يمكن القول إنه الكتاب والإصدارة هتكون موجودة على طول، ما في أي يعني آلة هتطغي أو هتطغى على الكتاب أو الشيء المكتوب، وبالتالي الوضع هيستمر على ما أعتقد. نعم، هل الكتاب يعتمدون على المدارس الأدبية القديمة أم هناك مدارس أدبية جديدة؟ وإن كانت هناك فما هي؟ والله الآن ما في حاجة اسمها مدارس وكذا، إلا مدارس أدبية مثلا كلاسيكية والرومانتيكية طبعا تجاوزها، والآن أصبحت فقط الموضوع بتاع المدارس أصبح فقط للتعليم الأكاديمي في الجامعات والمعاهد وغيرها. أما يعني الآن في مدرسة بعينها الناس تنتمي لها الآن جاوزها، أي كاتب في الدنيا أو أي تشكيلي شبه رسام أي زول بيكتب بالطريقة اللي هو يرتئيها ويختار القالب اللي يخط فيه فكرته، وبالتالي الآن ما في حاجة اسمها مدرسة هذا ينتمي للمدرسة الفلانية التكعيبية وذاك السريالية وذاك الكلاسيكية وكذا. هذه المدارس الآن أو ما يسمى بالمدارس الآن فقط للتدريس الأكاديمي فقط، وليس هناك ما يسمى بأدب قديم وأدب حديث. الآن هو الأدب أدب. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص حتى يكون كاتباً بارعاً ويكون له مكانته في مجتمعنا الذي قل فيه جمهور القراء؟ والله لا أدري، أنا ما بحب أكون ناصح وواعز وكذا. أنا في قاعدة يسموها القاعدة الذهبية إذا صح التعبير، وده في الإعلام، إنه أقرأ كثير تتوفر لديك يتوفر لديك الموهبة فأنت ستنتج قطعا ما دام في الموهبة، ومع القراءة وصقلها بالقراءة والتعليم وغيره هتنتج ما يمكن إنتاجه. في إريتريا للأسف أنا إذا ضمن السؤال ولا غيره ما أدري، لكن في إريتريا عانينا بالذات الأدب المكتوب باللغة العربية، عانى كثيرا من عدم وجود المواعين التي من خلالها ينشر، عانى كثيرا من إهمال الثورة الإريترية بهذا الجانب، واستخدمت فقط الأغنية من أجل الترويج لأفكارها ومن أجل التعبية السياسية فقط. لكن أعتقد أنا بعد التحرير في أصوات جديدة وجدت يعني المساحات التي تنشر فيها، سواء كان يعني تطور وسائل الإعلام الحديث أو تدفق المعلومات، وتبرز أسماء كبيرة جدا في سماء إريتريا، في محمد محمود الشيخ في الشعر، في أحمد عمر الشيخ في الرواية، في حاج جابر الآن أخذ الجائزة الأولى في جامعة في مهرجان الإبداع في قطر، في ماليليا بخيت، في عبد القادر حكيم، في يعني هذه الأسماء تحضرني، لكن في منى محمد صالح في لندن، في حنان مران هنا في أستراليا، وفي حنان محمد صالح في السعودية. أنا أعتقد في أسماء كثيرة جدا الآن هي قادرة على النشر والوصول إلى الناس، وما جائزة حاج جابر إلا فعلا رد الفعل بتاع المجتمع العربي تجاه ما نكتبه باللغة العربية، والتكريم الذي حدث للأستاذة حنان مران هنا في أستراليا أيضا ككاتبة أفريقية لهذا العام. أعتقد المستقبل اللي قدام حيبقى للأدب العربي المكتوب باللغة للأدب الإريتري المكتوب باللغة العربية. نعم، من هو أول شخص اكتشف لديك موهبة الكتابة، وكيف تم تشجيعك من قبل الأهل، أو ماذا أضافت لك كتاباتك في حياتك الشخصية أيضا؟ هو سؤالين على سؤال واحد. الحقيقة أنا ما في زول اكتشف، أنا نشرت مباشرة، وكنت يعني عضو هيئة تحرير الجريدة الحائطية، وأحيانا كانت تصدر مطبوعة في دمشق، فبديت أنشر ووجد قبول عند زملائي الطلاب في جامعة دمشق آنذاك، وبعد كده استمريت. في سؤال ثاني ما أدري هو أيوة يعني بخصوص الشباب، يعني هناك الكثير من الشباب الموهوب من أبناء الوطن العزيز الغالي إريتريا يحملون قلما مبدعا ولكن لم يجدوا الفرصة للظهور، فما هي الخطوة الأولى؟ أعتقد بس يكتبوا بعد ذاك الوسائل المتاحة الآن في
وسائل الاتصال بالآخرين موجودة، فقط عليهم أن يجودوا ويجودوا ويجودوا، وبعد كده النقاد والإعلام سيلتفت لهذه الأصوات الجديدة الشابة اللي أنت وصفتها بأنه تمتلك قلم قوي، وبالتالي حيظهروا فقط، لا يقلقوا ولا يستعجلوا النشر. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج راديو عونة. نشكر ضيفنا العزيز الفاضل الأستاذ جمال عثمان حمد، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية في وطنك الثاني أستراليا. شكرا لعونة وشكرا لك أستاذ محمد أمان، وأشكر صديقي أبو وليد الذي يقف بثبات ورسوخ خلف هذا الصرح ولسنوات طويلة. أرجو له الصحة والعافية. شكرا جزيلا.